السلام عليكم. I think it's a thriller, a game, man. It's a thriller of a game. A game of a lot of goals. A game of emotions. And that's football for you. كان رعب، كان ماتش كله مشاعر وكله اهداف، وده حاجه لينا يعني، حاجه انتوا تستمتعوا بيها. No one can confirm football. مفيش حد، ده درس ليكم، مفيش حد بيأكد معلومه في الكوره، مفيش حاجه موثوق فيها ومفيش حاجه مؤكده في كره القدم. No one can claim that he knows football. محدش يعرف كرة قدم ممكن تقدم ايه وتعمل ايه. And there are a lot of things that I've learned tonight and I've seen tonight and I've confirmed tonight. في حاجة كتير عرفتها النهارده وتعلمتها النهارده وتأكدت منها النهارده. What I've learned is never end until the referee blows the final whistle. اللي اتعلمت انه الماتش ما بينتهيش لغاية نهاية صفارة النهاية بتاعت الحكم. What I've seen اللي شفته is not the first time. وده مش أول مرة on this pitch. الملعب ده على أرضنا. So you always have to believe that we can do something. لازم تبقى مؤمن إن ممكن تعمل حاجة. Yes, we can always talk about the 2-1 and we came back. But what's more important is what happened at the end. ممكن تتكلم اه كنا خسرانين 2-1 ورجعنا في النتيجه، بس الاهم الاداء كان شكله ايه في اخر دقائق في اخر ماتش. ماتش زي ده كنا خسرانين وكان 1-0 بين الشوطين وكنا خسرانين 2-1 ورجعنا تاني في السكور وكسبنا. والاسبوع اللي فات ما حدش كان بيتكلم برضه عن ماتش مقاولين اللي كان 2-0 ورجعنا برضه، كان ماتش زي ده على الملعب ده برضه، وبيقول لك الاسبوع اللي فات ما كانش حد فاكره خالص، ماتش النهارده فكرنا بيه. But this game tonight has told me something. مباراه النهارده بتقول لي حاجه او بتفكرني بحاجه، بتمثل لي حاجه هنا. Our team is a team of brave warriors. ان الفرقه بتاعتنا مقاتلين اكفاء. And under difficult conditions. وفي الظروف الصعبه we push more. بيضغطوا جامد وبيدوا اللي عندهم. And that's good. وده كويس جدا. Played four strikers tonight. لعبت النهارده باربع روس حرب، اربعه مهاجمين، اربعه روس حرب. هاني بدر كله طلع، طلعت هاني وطلعت بقى، طلعت المدافعين ونزلت مهاجمين. Because you want to score. لان كنت عايز اسجل، كنا محتاجين نسجل. And I'm so happy Bwala scored the goal. وسعيد جدا ان بوالي جاب جول النهارده. He needed the gift from God to score a goal. دي هديه من عند ربنا كان محتاجها. It's been difficult for him. كانت صعبة، كانت ظروف صعبة بالنسبة له. But one of the guys that worked very hard tonight. بس واحد من اللي أدى كويس وأدى كويس قوي النهاردة. Doesn't look very very flashy, very convincing. ما كانش مقنع قوي. It's Marwan. Marwan. ما كانش في الأول مقنع والنهاردة أدى كويس قوي، أدى أداء كويس جدا. I know what everybody says about Marwan. I know. أنا عارف الناس كلها بتتكلم تقول إيه على مروان. Wait. طب لسه بيتكلم. Wait. يا فندم لسه ما كملش كلامه. Can you wait? طب حضرتك تفهم ده مش حديث، ده منتهى صحفي، ده هو ده مش حديث. Should we go? لا اوكي اوكي كوتش بليز كوتش. You want to talk؟ الناس هتاخدها على You want to talk؟ يا فندم هو لسه ما كملش كلامه، حاجة بقى فيها بعد كده من فضلك. You interrupt the press conference؟ بعد إذن حضرتك من فضلك. نعم. قال لك الناس كانت بتتكلم عن، طب ممكن يخلص؟ خلاص اوكي ممكن نشرح الحته دي. كان بيقول مروان ما كانش كويس وكان الناس بتتكلم عليه، النهارده ادى كويس. اوكي بيكمل كلامه. اوكي فاكر اوكي انا فاكر حاجه تساله حاجه. اوكي فاكر اوكي فاكر اوكي ميبي اي دونت اندرستاند ذا لانجويج. اوكي يمكن مش فاهم حاجه، مش فاهم اللغه، مش فاهم حاجه بتقول ايه. اي ونت تو كلاريفاي ات. اوكي اوكي فاكر خلاص اوكي معلش. بس اي ثوت يو انتربتينج مي. You know me and you, we don't have good relationship. ليكم قبل كده مشاكل كتير. So it comes from there. مشاكل. We have issues me and you. ليكم تاريخ مشاكل مع بعض. So maybe it was him or another one could have been there. لو أي حد كان هيقبل منك الحقيقة. So you understand, it comes from. هو من الوقت الشناوي. Yeah, okay. You know that. Sorry about it. Malaysia. بيعتذر لك بعد شنو خلاص. Okay. فكرة كنت أقطع. Yeah. Okay. So Marwan, he came with a cut here. نرجع لموضوع مروان. النهارده لعب وكان دماغه مفتوحه من الماتش الاسبوع اللي فات، ماتش اللي فات ضربه الجزاء اتضرب برضه قبل ضربه وخرج ورجع 50-50 واتحرك واتعور تاني. ساعات لما بتاخد بحس ان هو ده مش كويس، ده مش هايل. But football is not about that, it's about collective. لكن كرة قدم انت مش انت هتحكمش فردي، بتحكم جماعي. And when you lose the ball, he was the first one to come back. لما الكورة بتتقطع كان أول واحد بيرجع يدافع.
Yes, he's not playing very well. Yes. هو ما لعبش كويس قوي. I like the spirit. بس انا حبيت الروح وحبيت الاداء وحبيت شخصيته في الملعب. Okay. And that's how we won the game because we have character. وبالطريقه دي بيكسب ماتشات لما يكون عندك كاركتر كويس وعندك شخصيه. And you can't take this game. عندك طبعا كويس في الملعب. Kaiser Chiefs game. You can't take this game and put it on Taraji game. مش ممكن كارد ماتش زي ما كايزر شيفز او تراجي. حاجة مختلفة. ماتش مختلف تماما. Yes, we will play nice and easy and comfortable on the ball. نلعب كويس وعلى أمين على الكورة. But this, the games in Masri are going to be difficult for us. بيقول لك كايزر شيفز قدام التراجي كنا بننقل الكورة بنلعب كويس ولعب حلو، لكن ماتشات في الدوري المصري بتبقى صعبة علينا. Nobody's going to give it to us. مفيش حد هيسيبك تكسب، مش هيسيبك الثلاث نقاط.